لو الحكاية فيها إن فيتو اسمك ايه؟ حسين عبد النادر. حضرتك بتشتغل ايه يا عم حسين؟ بشتغل عربجة على عربية فخمة. ايوه، يعني ايه بقى عربجة؟ يعني زي ما انت شايفين كده، واحد معاه عربية فخمة. بتكسب قد ايه في اليوم يا عم حسين؟ ده بظروف ارزاق بتاعت ربنا. بس في متوسط قد ايه كده؟ في متوسط قد ايه كده يا عم حسين؟ يعني ممكن اعمل ب 50 جنيه 60 جنيه. بتنقل رمل وطوب وكده ولا ايه الشغلانه بالظبط؟ طوب ورمل وخشب وكل حاجه. بتشتغل الشغلانه دي من امتى يا محسن؟ 7 الصبح. من ايه؟ 7 الصبح. لا حضرتك يعني بقالك كام سنه شغاله؟ بقالي 20 سنه. 20 سنه. حضرتك عندك كام سنه؟ 20 سنه. حضرتك انا عرفت ان حضرتك مش بتطلع بطاقه. معكش بطاقه لغايه دلوقتي؟ لا طلعتها. تمام، بس حضرتك طلعتها من امتى؟ طلعتها بقى يجي 5 سنين. بس حضرتك كنت قاعد طول ال 35 سنه من غير بطاقه. ازاي بقى يعني؟ الناس ما كانش في لخبطه في الاوراق بتاعت شهاده الميلاد. ازاي بقى؟ ما كانش ليها شهاده ميلاد، وفي الاخر جريت عليها طلعتها. طب حضرتك كنت بتقدر بقى تواكب ازاي حياتك من غير بطاقه؟ عادي، كنت بمشي. انا مش بعمل مشاكل خالص. هي الناس بتبص لها ازاي؟ يعني تبصرها من نوع الصفورة شوية، وشايفها شغلانة كتير، يعني تشتم كتير. ازاي بقى يا عم حسين؟ يعني تشتم كتير في الشارع. ايوه، الناس بتقول لك ايه يعني؟ يعني بتبقى مسخورة مننا، بتشتمنا، بتقول لنا انتوا مش كويسين، بطلت الشغلانة دي، شوفوا شغلانة خدي تاني، واحنا ما عندناش مزرعة تاني. حضرتك عندك 40 سنة وتعبان ومش عايز تتجوز؟ عايز، بس فين الفلوس بقى والسبب؟ طب ايه مواصفات فتاة احلامك يا نفسي؟ عادي، اي واحدة يعني بنت حلال وخلاص. نفسك في عيال يا محسن؟ مفيش حد مش نفسه في عيال. لا لا، لكن انت بقى عندك 40 سنة، فلما بتشوف طفل وكده بيبقى ايه شعورك؟ يعني الواحد بيحب الاطفال ده. حاجة او مطالب حضرتك ايه؟ نفسك في ايه؟ عايزين نعيش زي ما العربجيه اللي بيشتغلوا مع حضرتك بقى، سواء كانوا صبيان او ناس معاك، بيقولوا لحضرتك ايه عن الشغلانه؟ هل ابتدوا يوقفوا الشغلانه مش عايزين يشتغلوا؟ لا لا، ياهم عن حاجات كتير قوي. يعني اللي مش هيشتغل ده هيشتغل ايه يعني؟ لا ياهم. واحد عنده نار خشب، عنده نار تراب، عنده اي يعني مثلا محمل نار خشب وماشي في مصر الجديده دي، جه الظابط خدني وساب العربيه في الشارع، العربيه اتسرقت. الخشب كمان اللي عندي. الزمن ان انا ابني بصل امانه بقى الخشب ده واسع حقه بقى.